جلاش بحشوه البيتزا. في ناس كتير ملهاش فيه قصه انها تعجن وتقف وتستنى وتخمر وتفرد، فهنعمل نفس البيتزا بالظبط بس بحشوه جوه الجلاش. دي اول حاجه. تاني حاجه احنا هنعملها شرقي بما اننا عاملينها بالجلاش، بس انتم ممكن تعملوها باي حاجه وهتطلع حلوه جدا وهتعجبكم قوي. طيب هنعمل ايه؟ عندنا جلاش طبعا، عندنا جبنه موتزاريلا، ممكن تحطوا الجبن اللي انتم حابينها، عندنا صوص بيتزا يعني صلصه، ثوم، ملح، فلفل، زعتر، ريحان، وزيت زيتون، واتضربوا متسبك او على البارد، بس اهم حاجه طبعا الطماطم ما تكونش بالقشر بتاعها. عندنا لبن وعندنا بيض، عندنا بسطرمه وعندنا زيتون، لسه بدري والله، لسه بدري لسه بدري، وزيتون اخضر وزيتون اسود، عندي بصل وعندي فلفل الوان متقطع مكعبات صغيره، وعندي بسطرمه. طبعا برضو البسطرمه دي ممكن تبقى سلامي، تبقى بيبروني، تبقى تركي مدخن، تبقى فراخ او لحمه او اسماك بحريات يعني، وممكن كمان بس كل حاجه طبعا لازم تبقى مستويه، وممكن كمان شويه من العصاج اللي احنا لسه عاملينه زي ما انتم عايزين، بس انا قلت بسطرمه كده ايه يعني في السريع. ماشي ماشي، يلا زبده، عندنا زبده في الوصفه طبعا اصلا يعني انا ما قلتهاش بس عشان انا ايه ضمتها مع الزبده بتاعت الوصفه اللي فاتت، لكن عندنا زبده اكيد. هنا بقى ممكن تعملوا الحشوه دي من جوه وبعدين تعملوا اضافات من بره، او ممكن تستخدموا الجلاش كعجينه من تحت فقط. تاني، الجلاش ممكن تعملوه طبقه واحده وتحطوا عليه الخضروات والجبن كلها من فوق، او تعملوه طبقتين وفي النص حشوه وعلى الوش شويه حاجات، يعني ممكن الطريقتين. تمام، حطينا زبده، انا هعمل يعني من جوه ومن بره، فادي طبقه الجلاش بعد ما دهنت زبده، اي حاجه مقطعه جوه اهي، اي حاجه مقطعه مفيش حاجه ما بتترمي، كله على الاطراف. انا ممكن احط ورقه ورقه او ورقتين ورقتين، انا بحط الصراحه ورقتين ورقتين، وبعدين ابتدي احشي. عايزه بقى احط الصوص بتاع البيتزا، طبعا اللي ما عندوش يقدر يستخدم باربيكيو صوص، يقدر يستخدم كاتشب، يقدر يستخدم اي حاجه انتوا عايزينها، مفيش مشكله خالص. ودلوقتي على فكره الصوص ده بيتباع في السوق وحلو، مش وحش ابدا. لازم كل حاجه تبقى بارده، ما تستخدموش حاجه سخنه علشان الجلاش ما يطراش ويعجن. افرد 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 افرد، شويه بصل طبعا، انا ما بحبش البصل يا اميره نشيله، اميره انا بحب الحراق حطه فلفل حامي، وهكذا يعني، طبعا دي بتبقى اختيارات. اهو شويه فلفل الوان اصفر واخضر واحمر، بس دول رومي مش حراقين، شويه زيتون قليلين مع شويه زيتون تانيين قليلين علشان عندي بسطرمه والبسطرمه اوريدي مملح، فيعني ايه يبقى في ميكس كده ايه بسيط ما بين الاطعم. ايوه شاطره يا هبه، شاطره يا هبه، بتقولي عامله نفسي مش سامعاك، شاطره، استمري في الخطه دي، هايله هايله. حطيت البيت جوه اهو عادي خالص، ما عملتش حاجه، وبعدين ابتدي اقفل اهو. يا عيني هبه تفضل تشتغل تشتغل، لا عايزين نحط شويه جبنه جوه، وبعدين انا جاي بقى ايه ليا وجهه نظر تانيه خالص طول الوقت، معلش يا هبه حبيبتي. شويه جبن، شويه جبنه جوه بقى يعني، معلش انا هحط بره بس جوه برده، وبرده شويه انا مش هحط ملح لكن هحط فلفل اسود، واقفل بقى. اقفل بقى يا ولاد كده القفله اللذيذه بتاعتنا، وبعدين اقوم جايبه واحده قافله بيها ومدككه كده عشان تبان انها هي ايه محكمه محكمه محكمه. شويه زبده، دي مش هحط لها لبن وبيض، عايزين تحطوا حطوا، بس انا مش هحط. ليه بقى مش هحط؟ عشان انا عاملها طبقه كمان. اقوم جايبه هنا الفلفل الالوان كده اهو، مش هحط بسطرمه عشان ما تنشفش، احط شويه جبنه، وبعدين ادي الجبنه وعلى الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم،
شويه زبده، طاستين على النار اهو عشان الناس اللي ما عندهاش فرن، بالذات الناس المغتربه عشان بيبعتوا لي كتير جدا جدا يا اميره ما عندناش افران، الميكروويف بتنقذنا، البوتاجاز. طيب حاضر عيني، ادي طاستين يا ولاد على النار اهم، جواهم زبده مش عايزاها تقدح، وعندي جلاش اهو، ها هنا هحط جلاش بس اهو، هنا هحط جلاش بس، هنا انا عايزه سكر بودر، شويه قرفه وسكر بودر براحتكم زي ما انتوا عايزين، زي ما انتوا عايزين. ما هو انا عشان كده بقول لك زي ما انتوا عايزين. بصوا يا ولاد، هنا جلاش لوحده مع الزبده اهو، هنا جلاش مع الزبده، وهقوم حاطه جوه عشان الناس اللي ما عندهاش افران، فلفل الوان اللي عندكم حطوه، يعني اللي موجود حطوه، عندي شويه زيتون، عندي بسطرمه، عندي جبنه، دي موتزاريلا، اي جبنه بتسيح، حتى لو جبنه كريمي هتبقى تحفه برضو حتى لو ما بتسيحش، عندي بيضه، مش هاخد البياض كله عشان الدنيا عندي مت ايه ما تبص، مش هحط ملح بس هحط فلفل، واقفل عشان اي حد من حبايبي اللي ما عندهمش افران لاي سبب من الاسباب او مش عايزين يشغلوا الفرن، هم حرين اهو. حلو 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 حلو. يا سلام بقى لو شويه سمنه بلدي بدل الزبده، عايزكوا قوي، ما عنديش انا دلوقتي بس، لا مش عايزه بس يعني بقول لكم يعني هيدي طعم خطير يعني لو سمنه بلدي. هما فكرتين بس يا هبه، هما فكرتين بس، هما اتنين فقط. دي بقى هناكلها ازاي بقى؟ هناكلها زي ما بناكلها من عند الراجل يا ولاد، من عند الفطاطري. عايزاها قوي انا الفطيره دي اصلي. بعد ما نحلي جايبين بقى فطيره كده اهو، يا عيني دي تتعمل بالسمنه البلدي يعني، ها نصيحه، بعد ما نحدى، انا قلت معلش اصل انا متاثره بيها قوي جامد، بعد ما نحدى نحلي. شوفي مركزه، قاعده مركزه معايا، شكرا. وادي القرفه على السكر وقليل قليل من الحليب في درجة حرارة الغرفة، مش سخن مش ساقع، وتدعوا لي يا ولاد بالجلاش، بالجلاش هتبقى حلوة يا أميرة، هتبقى تحفة يا جماعة.